بالنسبة للتأسيس ديال الاتحاد المغربي لتبوير النسوية، فكرة كانت راجعات تقريبا واحد 8 سنين ولا 10 سنين، غير هو يمكن ما كتبش الله حتى لظروف باش أنه يكون تأسيس. اليوم بالحضور ديال المقدمات وكذلك الأسر ديالهم، فالحمد لله تم التأسيس ديال أول اتحاد المغربي لتبوير النسوية، واللي من أهدافه تشجيع المرأة الفارسة والرعاية والعناية بالعرب، الحصى العربي البربري والحصى البربري كذلك، وتكوين وتأطير الفارسات والفتيات اللي تيبغيو يجيو يدربوا. ويعني الحمد لله مع التشجيع ديال سيدنا الله ينصرو، ويعني واللي كيأكد على الجدية، فالحمد لله بالجدية باش خدمنا في الجمعيات ديالنا وفي هذه المسيرة كاملة ديال الفروسية ولا ديال التبوريضة، وكذلك بالجدية غنخدموا ان شاء الله بالاتحاد ومع المساعدة ديال المقدمات وديال الفارسات ديالهم، باش يوليو كل مدينة عندها فرق ديالها، كل جهة عندها فرق ديالها، باش ان شاء الله تكون بطولة وطنية نسوية مرة اخرى من جديد، وتكون المنافسة القوية والشريفة كذلك. الان كنتواجدوا عند المقدمة حليمة البحراوي اللي كيرجع لها الفضل الكبير في تأسيس اتحاد نسوي الفروسية التقليدية، اللي من خلاله بغينا نوسعوا الدائرة ديال الفارسات أو الفتيات المغربيات اللي بغاو يدخلوا الميدان تبوريدة أو للفتيات الفارسات، باش نقنوا ميدان تبوريدة بحيث أنه كيتعتبر تراث مغربي محض وتراث لا مادي، خصنا نحافظوا عليه كفارسات ونوسعوا المشاركة ديالنا الوطنية ولما لا الدولية. ما بين المحاور الأساسية اللي تأسس من خلالها هذا الاتحاد النسوي الفروسية النسوية، هو تمكين أو لفتح باب الفتيات الفارسات ولا اللي معمرهم ما ركبوا باش يدخلوا الميدان تبوريدة ويتعلموا، سواء زعما عند المقدمات اللي حاضرين او لا المقدمات اللي استعصى عليهم الحضور اليوم ومخارطين او لا معانا في هذا الاتحاد المغربي للتبوريدة النسويه. انا مقدمه من مدينه صويره، جيت اليوم باش نشارك في التاسيس ديال اول اتحاد في المغرب. الدعوه رسلت لي حليمه بحراوي. هذا الاتحاد جا باش يعاوننا احنا كفارسات، وباش اننا نقدروا ندخلوا البطوله الوطنيه، وباش المراه المغربيه تزيد القدم في الميدان ديال تبوريضه. غادي يعاوننا بزاف، حيت غادي يجمع المقدمات ديال المغرب كامل، يعني كنا كل وحده في المدينه ديالها كدير مجهود ديالها، ولكن واخا هكاك كتبقى في بلاصتها. دابا ملي الى يد واحده لا تصفق، فهمت؟ قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.